أخبار اليوم. سامي احكي لي عن تجربة عين البيئة هنا. انتوا يعني بتحولوا كل المخلفات اللي بتطلع من شعب من الشوارع من الجمهور من اي حتة بتحولوها لمشروعات قومية. احكي لي ازاي فندم جت التجربة. يعني سيادتك احنا كنا بناخد المخلفات من الفن لما بيندفن بتغير المياه الجوفية وهنملى مصر كلها زبالة زي الفسطاط وبنوا عليها واتشرخت فقلنا نستفاد منها بطريقة عمليه وانتاج انظف. لما يبقى في انتاج انظف هيتباع. لما حول المخلفات ده لمنتجات الشباب هيشتغل فيها هيطلع فلوس يقدر يتحرك، وعشان الشباب اللي يشتغل يقف على مكنه محترمه فقلنا نمكن عمليه الانتاج دي، نعمل مكنه يفرز عليها محترم، نعمل كساره، نعمل بلوره بناحيه علميه مش ناحيه ان كل شيء تبوظ وتخسر. في نفس الوقت انا ما بقوله تعالى اعمل مكنه بخليه هو اللي يعملها، انت جنبك خراط مين؟ فلان، بروح للخراط بديله المواصفات الهندسيه العلميه ان يبقى فيها كواليتي عاليه، ما يعملش حاجه وتاني يوم يقعد يصرف عليها ويبقى فاهم يعمل لها صيانه. يعني بتحولوا مشروعات يعني مثلا زي ايه مشروعات صغيره بتحولوا. بقى بنعمل بيجي يشتغل في الفصل بتاخد في الزباله مثلا مخلفات يبتدي يعمل باك بس يعمل سير، واحد تاني يعمل بلوره ويقطعه، واحد تاني يعمل كسار ويكسر، واحد تاني يعمل خراصه يطلعوا جرانيا، واحد تاني بيطلع ماسك فيلم يطلعوا كيس، واحد تاني بياخده يلحمه وفي الاخر المنتج يبيعه. النماذج اللي بتطلع من المخلفات اولا الكيس الزباله الاسود اللي بيطلع اول حاجه، الشماعات اللي بتجيلك فنلندا، عملنا البلاعات اللي ما بتسرقش، عملنا اول توك استرلوكا، عملنا عواميد نور ما تكهربش وما تتكبش، عملنا علب الكهرباء، عملنا خراطيم الكهرباء، كل دي منتجات من المخلفات اللي هي بتطلع من الزباله. انا شفت هنا شوايات وحاجات واحكي لي عن فكره جديده بقى ان احنا لما عملنا البيوجاز من مخلفات الاكل ونحطه في الميه بيحصل تخمير، بتسمع عن المقالب بتولع ليه؟ لان في بكتيريا بتولع من نفسها. فاحنا خدنا الغاز اللي طالع ده اسمه غاز بيوجاز، ده مشكلته انه ما بينضغطش في انابيب او انضغط زي البوتاجاز كان زمان ما شاء الله، لكن هو مشكلته اللي بيطلع تاخده. فقلنا كل بيت عنده اكل وفضلات يرميه في البرميل هيطلع الغاز. فبالصدفه عايزين نشتره بوتاجاز يجربه، قلت لهم لا في انبوبه موتور ميه كان مرمي حولته لبوتاجاز كوشه واحبس وبتاع ويشتغل نبيه. فالناس يقول لك بالزباله طلعنا بوتاجاز بدل ما اشتري بوتاجاز جديد. كل الشباب بقى بيفكر. فكان في عايزين نعمل قعده كده فيها لحمه وبتاع وشوايه، قلت لهم نعمل شوايه تشتغل بالبيوجاز وبالفحم. مفيش فحم مش عارف بقى افتح المعرفه مفيش فحم ايش دخل كده. وفي نفس الوقت انت بقى مستني تاكل صباع الكفته هيبرد، لا اعمله دور تاني يسخن يبقى ايه محطوط عليه يسخن. شفت هنا كراسي معموله كلها من في واحد اللي هو لوبا ده بيقول لي احنا عايزين نعمل طقم انترات للقرص، يعني كان اساسه قرص بيعملوه خشب بيشيلوه في المخازن ويتبهدل. قلت له طب ما نجيب البراميل ونعمله انترات ونرسم رسم هندسي توفير في الخام، البراميل يطلع كرسيين. جبت له فلو ماستر رسمته كده، راح قطع الراجل طب ينجنه طب ينجنه تعمله ترابيزه. لا تخيل دلوقتي بنعمل شازلونج للقرى الصحيه. ليه بقى؟ لان بيشيلوه خشب، لو هشيل المرتبه الاسفنج يخزنها ويبقى في الشتاء ما يهموش وما يحملش اي حاجه. الخطوات المستقبليه يا فندم لهذا المشروع ان احنا نخدم المنطقه اللي حوالينا، قوات المنطقه نخدم المنطقه اللي حوالينا. احنا خلاص عملنا الفكره والشباب بيجي يتمرن، طب ما ناخد بقى الشباب ده يخدم المنطقه. هنعمموا الفكره على مستوى الجمهوريه، نزرع الاصل بدون تربه. كان زمان لما تيجي تقول نزع السطح لا الطينه والميه والترشيح ما في بقى. لما جم هنا شافوا ان احنا بنزع من غير طينه ما مش مصدقين. حوض بتحط فيه سمك بلطي وعراميط وما شاء الله، ومواسير ميه ماشيه فيها وراجعه تاني. فانت في الحاله دي مفيش نقطه ميه نزل على السطح، مفيش واحد يطلع كل شويه بقى يقلم ويعمل. بس هنزع بقى ايه؟ حسب المحصول حسب الوقت بتاعه. قلنا احنا نزرع لك السطح وناخد نص المحصول بتاعك ننمي بيه نفسنا، وانت النص بتاعك تاكله تبيعه لنا تبيعه لحد تاني انت حر فيه. احنا عايزين بقى نعمل بيه كده للمخلفات، وده اللي قاعدين بنفكر فيه من امبارح ان ترسك
تبيع 20 ازازه تاخد طقم مج مش عارف ايه خد برجل للواد. هنشتري المخلفات من البيت علشان نقدر نعيد تدويرها وهي نظيفه. والزيت الراجع برضو هنشتريه نحوله احنا زيت تشغيل زيت ديزل. فقلنا مثلا تديني الزيت بتاعك برطمان بكذا خد الفلوس اللتر بجنيه هنحوله بايو جاز وبايو ديزل وخلاص. فهي دي الفكره بتاعتي. شكرا مش مهم.